السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض العيش البوري. العيش البوري عيش تحفة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله حاجة كده بقى يعني من الآخر. شايفين العيش وجماله، تحفة تحفة تحفة، مش عايز كلام تاني. أهو العيش بنسويه مع بعض أهو، إن شاء الله كده نشوف المقادير بتاعتنا مع بعض وهيعجبكم جدا بإذن الله. طعمه تحفة، يتاكل حاف، مش عايز حاجة جنبه تاني يعني، ما شاء الله حلو جدا. نشوف كده مقاديرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض العيش البوري. الخبز البوري او العيش البوري حلو جدا جدا، هو عيش بيكون مقلي في الزيت. هو المفروض طريقته بيتعمل بمية ودقيق وملح، يعني المفروض ميبقاش فيه حليب ولا بيض ولا زبادي ولا اي حاجة، بس احنا هنعمله النهاردة حاجة مغذية لأولادنا اكتر. انا كتير كنت بعمله زمان بس دقيق وميه وملح، اول مره اعمله ان هو ايه نعمله حاجه مغذيه مع بعض كده، قلت اعمله معاكم اللي هو باللبن او بالحليب ومعاه البيض ومعاه الزبادي، بيبقى حلو جدا جدا. طبعا هتبقى حاجه مغذيه اكتر غير لما يتعمل يتعجن بميه. يعني مكوناته معانا الدقيق، هنا هنعمل الدقيق على حسب العجينه متاخد معانا، يعني هنحط السوائل الاول والدقيق ده على حسب دقيق كل حد فينا. معايا في المكونات بتاعتي اول حاجه معايا هنا كوبايه حليب، معايا بيضايه، معايا رشة ملح، معايا معلقة زبادي كبيرة، معايا معلقة سمنة بلدي كبيرة، معايا معلقة خميرة صغيرة، معايا معلقة سكر كبير. وحاليا انا بما اني هعجن عجين وبما اننا في شتاء بعمل ايه دلوقتي، انا سخنت الفرن بتاعي بحيث ان انا على ما اخلص عجن ادخل العجين بتاعي بحيث ايه يختمر معايا بسرعة ما ياخدش معايا وقت. اول حاجة معايا هنا البيضاية اهي، احط عليها رشة السكر او معلقه السكر وهبدا اقلب كده البدايه دي. لازم تقلبي طبعا البدايه الاول عشان لو حطيت الحليب معاها كده ممكن ايه يبقى فيها قطع من البيض يعني كده او تكتلات، فدوبيها الاول كده كويس قوي مع السكر. ومعايا كوبايه حليب دافي، ومعايا الخميره بتاعتي، معانا هنا الزبادي برضو. لو انت الخميره بتاعتك مش واثقه فيها يبقى المرحله دي قبل ما احط الزبادي هتسيبيها مع بعض كده لما تعمل فوم عالي معاكي. هنا زي ما انتم شايفين كده قلبنا الخليط كله مع بعض. انا دلوقتي طبعا هبدا اكمل الدقيق. طبعا زي ما قلت لك لو انت مش واثقه في الخميره يبقى اختبريها الاول. طبعا انا خميرتي انا مجرباها كتير جدا وعارفاها واثقه منها فبشتغل على طول. ببدا انزل بالدقيق تدريجي اهو، انا بحب انخل الدقيق دايما عشان الهواء اللي بيدخل ده بيدي نتيجه كويسه جدا معاكي. بتبداي كده هنعجن اهو، برضو ننزل الدقيق. بعجن بايده وبحط بالايد التانيه عادي جدا. انا هنا هعمل حوالي نص كيلو دقيق، ممكن يزيد شويه، في الغالب هيزيد عن النص يعني بس مش هيزيد كتير. يعني اهي شايفين العجينه معايا ما شاء الله، كل ما تحتاج معايا هحط لها معايا لحد ما تبقى معايا عجينه متماسكه. طبعا عجين الشتاء تحاولي انك تخليه في تلزيقه كده في ايدك شويه لان الشتاء بتخلي العجين ييبس معاك، لكن في الصيف لو يبست العجين احسن عشان الشتاء بتخليها العجينه تطرى معاكي تاني، فاهمين؟ يعني دي نقطة كده خدوها قاعدة، يعني دايما معيار الشتاء غير معيار الصيف لأن في الشتاء العجين بيبس كمان أهو طبعا عشان البرودة وكده يعني، لكن في الصيف من الحر بتلاقي العجينة حتى لو أنت ميبساها بتلاقيها بتطرى معاكي. شايفين أديني بعجن أهو، كل ما العجينة بتقبل معايا أنا بحط لها. أنا مش هطول عليكم، أنا هفضل أحط كده دقيق لحد ما تبقى معايا عجينة متماسكة وأوريكي قوامها شكله إزاي. دلوقتي خلاص انا عجنت العجينه معايا اهي ما شاء الله بقت ناعمه جدا، بفضل ازود دقيق لحد ما تبقى العجينه معايا ناعمه وتبقى مظبوطه جدا. هي هنا خدت معايا حوالي نص كيلو دقيق او ملمس العجينه، شايفين ما شاء الله العجينه حلوه جدا جدا واتخدمت معايا صح قوي، تفضلي تعجني فيها كويس لحد ما تاخدي الملمس ده. هعمل ايه دلوقتي؟ هغطي العجينه بتاعتي دي هديها كده مسحه زيت وهحط لها كيس واوريكم شكلها. كده العجينه حطيت عليها مسحه زيت خفيفه قوي، ومعايا الكيس اللي هو الكيس بتاع الحليب العادي اللي احنا بنخزن فيه عادي جدا بحطه كده، ومعايا الفوطه بتاعه المطبخ اهي. هدخل بقى العجين ده معايا الفرن معاه لما ايه
يخمر معايا. طبعا زي ما قلت لكم انا سخنها الفرن وقافلاه، فهو دلوقتي طبعا دافي فيخمر معايا ان شاء الله على طول، واطلعه واوريكم شكله. دلوقتي خلاص العجينه بتاعتي اختمرت زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله شايفين ملت البوله وبقت حلوه جدا، شايفين ملمسها، ملمس العجين حلو جدا. احنا في الجو الشتا ده تعملي العيش ده كده ممكن على المغربيه كده تعمليه لاولادك يتعشوا بيه، مش محتاج اي حاجه جنبه، ممكن تاكليه مع جبنه مع عسل مع اي حاجه، يتاكل حاف كده والله من غير اي حاجه خالص، تمام. وممكن تحطي لهم برده في اللانش بوكس بتاعهم، يعني حلو جدا. اهو ما شاء الله العجين اهي، هنبدا نقطعها مع بعض. معايا العجين اهي، هبدا كده اعملها زي الرول كده ونقطع العيش بتاعنا. هنقطعها كده قطع اهي، معايا قطعة العجين اهي، ببدأ كده اخدها على جوه، شايفين تقفلي كده العجينة، وعلى الرخامة الصباعين دول كده يلاقوا بعض، وتبدأي تعملي كده هيطلع معاك الرغيف مطور وزي الفل. اهو اعمل معاكم واحد تاني اهو، ناخد العجينة كده على جوه، شايفين العجين ما شاء الله حلو قوي. ونيجي ناخده كده هنا على الرخامة اهو، كل ما تدوري فيه كده يطلع معاكي مظبوط. هكمل انا بقى كده العجين بنفس الطريقة. هنا زي ما انتم شايفين كده انا مغطية العجين بتاعي، هناخد كده اول رغيف معانا، طبعا بتخلي العيش يرتاح معاكي، كل ما يرتاح كل ما يفرد معاكي سهل، شايفين ازاي؟ اهو انا بفرد العيش معاكم اهو، طبعا انا هفرد الكميه كلها، هوريكم بس شكل الرغيف ده بعد ما اتفرد شكله عامل ازاي والسمك عامل ازاي، وانا طبعا هكمل بقيه الكميه. وانا طبعا لما بفرد العيش بحطه على مناديل مطبخ، على صينيه او على ملايه براحتك يعني، وبتغطيه لحد ما بيختمر معاكي، مثلا ياخد 10 دقائق ربع ساعه بحيث يرتفع معاكي، وبعد كده نبدا نسوي العيش بتاعنا. ادي شكل العيش بتاعنا اهو بعد ما فردته، شايفين ما شاء الله اهو، ده السمك بتاعه بيبقى رقيق كده. طبعا دلوقتي معايا صينيه حط عليها مناديل المطبخ، انا بحب احط على مناديل المطبخ عشان لما اجي اشيل العيش يشتغل معايا سهل لما بيختمر، عشان ايه ايديكي ما ايه ما تفتحش العيش معاكي. فانا كده هحط العيش واوريكم شكله بقى بعد ما يخمر شكله عامل ازاي. دلوقتي ادي شكل العجين بتاعنا زي ما انتم شايفين كده اهو، انا حطاه على مناديل، ده القماش ده او الملايه دي او الفوط دي انا مخصصاها بس للمطبخ، يعني ما بستخدمهاش غير في المطبخ بس، يعني دي فوط العجين بس معايا، تمام. هنا كده نحط العجين زي ما قلت لكم على مناديل، وابدا اخد كده بالمنديل كده وتسوي العيش بتاعك عادي جدا، فبيسهل عليك، وتغطيه بالفوطه كده يختمر معاك. طبعا العيش بتاعي يختمر وهبدا اسويه معاكم دلوقتي، هو يعتبر خلاص اختمر، هنبدا نسويه. معايا دلوقتي صينيه على النار فيها زيت سخن غزير، ونبدا نسوي العيش بتاعنا. العيش بتاعنا اهو شايفين، وعلى طول كده تروحي واخده من الزيت وتحطي عليه، شايفين ازاي اهو، واروح واخده كده من الزيت واحط عليه بسرعه، لازم ده اهو، شايفين كده بيقب معانا ما شاء الله، شايفين الرغيف حلو جدا كده، الرغيف معايا ممتاز، شايفين ما شاء الله اهو، كل ما بتحطي كده يستوي معاكي، لازم تسوي مثلا تسوي السطح ازاي اهو زي ما انتوا شايفين كده، وببدا اقلبه عادي جدا اهو شايفين، وبرده نحط على المنطقه اللي في النص دي كده عشان نسويها معانا اهو، شايفين كل ما بتحطي زيت ده بيتحمر معاكي وبيبقى زي الفل. طبعا عشان البخار والزيت عالي على الكاميرا، هكمل كده بس ايه الرغيف ده واطلعه واوريكم اللي بعده. ادي شكل العيش بتاعنا، شايفين ما شاء الله لونه تحفه، هنحط كده بقى الرغيف اللي بعده، شايفين العيش اهو. طبعا انا بقى هكمل العيش بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين كده، اظن الطريقه وضحت ليكم، حلوة جدا جدا. اهم حاجة تسوي العيش وتطلعيه على مناديل ونغطيه. طبعا هكمل بقى بنفس الطريقة كده، شايفين ما شاء الله العيش تحفة ازاي، هكمله انا بقى كده واوريكم شكله النهائي عامل ازاي. دلوقتي العيش بتاعنا اهو، شايفين ما شاء الله حلو جدا جدا جدا، يعني مش عايزة اقول لكم بقى طعمه عامل ازاي وجميل ازاي، هيعجبكم وهيعجب اولادكم باذن الله.
عايز اوريكم بقى شكل العيش وشكله من جوه. شايفين انا بقطع العيش معاكم اهو زي الفل، شايفين طار ازاي، تحفه اهو. ايه رايكم في الجمال ده؟ حاجه كده يعني تحفه من الاخر. يا ريت يا حبايبين عجبكم الوصفه والطريقه، يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.